مستشار شفيق إمام، لعلمك في البداية احنا ما نكره الوافدين، بالعكس الوافد احنا نحترمه ونقدره ولا مواقف تشرف وتنحط على الراس، لكن احنا عندنا مشكلة مع اللي ما يحترم القوانين، مع اللي يستدرج الأطفال، مع النصاب والحرامي والمختلس، مع القاتل، مع تاجر مهرب المخدرات، مع مهربين التموين. هذه الفئة مكروهة من الكرة الأرضية كلها، مش بس بالكويت يعني. لكن مش ذنبي أنا أن أغلب المشاكل قاعد تطلع من الجالية المصرية، وهذا الكلام ما يبتم بيت أبوي أنا. هالحكومة تطلع تصرح كل بين فترة وفترة تم القبض على وافد مصري، تم القبض على وافد مصري، أنا شنو ذنبي؟ الحين يطلع لك واحد يقول لك يعني الكويتي ما يسوي شيء؟ لا، الكويتي يسوي، إنسان ويخطئ عادي، لكن مش من المنطق تيجي تنفيه برا بلده، لأنه مو بكيفك. بلده وين يروح؟ تحاكمه أوكي، ولا من المنطق إنك تجيب لك واحد من برا يسوي مسخرة ولازم تطبطب عليه. لا حش السامع هذا الطقة بن عال. رقم اثنين يا مستشار يا محترم، أنت قلت إن كورونا هي السبب خلت الناس تقعد بالبيت وتهاجم الحكومة وتهاجم المستشارين المصريين بالأخص، لأن هم اللي يساعدون الحكومة. خليني أترجم كلامك حبة حبة. أنا كمواطن أتمنى أشوف بلدي أفضل بلد بالكرة الأرضية. لما أشوف بلدي تنزل بالترتيب العالمي، هذا أكبر دليل على فشل الحكومة بالعمل. فأنت يا مستشار ساعدت الحكومة بشنو؟ ساعدت الحكومة بالفشل بالعمل ولا بتنزيل الدولة بالترتيب العالمي؟ وتبيني أصفق لك وما أطالب بترحيلك؟ لا، أطالب بترحيل مستشارين الوافدين، لأن من حقي أن يمسك مفاصل البلد مستشارين كويتيين، مثل ما أنت عندك هناك مستشارين أبناء بلدك. مش حلال عليك وحرام علي. لا تلزقون فشلكم بالعمل بظهر كورونا. أنا كورونا ما أرضى عليها، لأن بداية الأزمة ورتنا منو اللي يحب البلد ووقف لها، ومنو اللي باع البلد ومشى، ولما وضحت الأمور يبي يرجع عشان المصلحة والمادة، مش حبا بالبلد. وبلاش نتكلم بالإنسانية، احنا بلد الإنسانية ودستور الإنسانية غصبا على اللي ما يرضى. أكبر دليل أن الوافد ماخذ حقه بالإنسانية بالكويت أكثر من بلده وجودك أنت بهذا العمر بالكويت. فبلاش نتكلم بالإنسانية. هذه العقول اللي أنتوا تستعينون فيها، هذا أقوى واحد فيهم يسولف، شوفوا لنا واحد أقوى منه ونزلوا الساحة خلنا نسولف وياه. يلا سلام، أو خلص الكلام.